لكن المشهد اللي احنا شفناه امبارح ربنا يسلمهم، يعني ساره سمير واحمد الجندي، المشترك ما بينهم فكره الاصرار والعزيمه. انا عايز ارفع اسم مصر، علم مصر ده لازم يعني ما تعديش الاولمبياد الا ما يرفرف فيه اولمبياد باريس. عايز اسمع النشيد الوطني يتعزف، وهنشوف مشهد صحيح كمان شويه في المدرجات، مشهد بديع وجميل جدا ممكن نشوفه دلوقتي مع بعض. والنشيد السلام الوطني الجمهوري لجمهوريه مصر العربيه بيعزف في الاستاد او في اولمبياد باريس، لحظه فيها فخر كبير جدا. احنا كنا محتاجين المشهد ده امبارح، يعني بعد رحله الاولمبياد من اولها والانتقادات اللي حصلت، نشوف المشهد ده، يعني نشوفه دلوقتي مع حضرتك ونرجع نعلق عليه. صورة كلها فرحتنا كلنا كمصريين امبارح واحنا بنتابع النشيد الوطني، كمان واحنا بنشوف الفيديو دلوقتي والد ووالدة احمد الجندي وهم عنصر اساسي جدا في نجاح المنظومة الرياضية الجميلة او الشخصية الرياضية اللي احنا شفناها احمد الجندي امبارح.